استاذتنا صوت المنيا ومن كل جامعات مصر. اهلا وسهلا بيكم. احنا ان شاء الله بس هنفتح دلوقتي الجلسه العلميه الاولى، هنشتغل الجلسه العلميه الاولى ان شاء الله، وبعد كده هيبقى الافتتاح الرسمي للمؤتمر باذن الله بعد الجلسه الاولى. بدايه احب اسيب الميكروفون لاستاذنا الدكتور جمال سعدي عشان يقدم الاخ الفاضل الاستاذ الدكتور حسين شيشه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا سعيد بتواجدي معاكم هنا، وشرفني شارك السيشن الاولى مع الاخ العزيز والاستاذ الفاضل الدكتور علي طه والاستاذ الدكتور حسين شعيشه. طبعا الدكتور حسين شعيشه استاذ البطنه والكلى بجامعه المنصوره، وهو غني عن التعريف، شعله من النشاط والعلم والاخلاق والعطاء والمثابره. وفعلا مصر اكتسبته، ومش بس الجمعيه المصريه بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه طبعا انا عاجز عن الشكر للكلام اللطيف اللي حضرتك قلته يا دكتور جمال. وطبعا هو الجمعيه المصريه هي المظله اللي احنا موجودين تحتها النهارده. والصوره اول صوره ظاهره الدكتور علي طه. الدكتور علي طه من يعني انا بنظر له على انه راجل مثالي ونموذج يحتذى به لجميع اساتذه الجامعه اللي عاوزين يعملوا حاجه جيده لمكانهم، وكل يوم بيعمل حاجه وبيضيف حاجه للمستشفى لجامعه الزقازيق لجامعه سوهاج. طبعا بشكر الساده حضور كلهم يعني على في قامات كبيره جدا موجوده قدامي من جامعه اسيوط والمنصوره وكل وعين شمس والقاهره كل الجامعات الاسكندريه، فكل الناس اللي موجودين وكل الساده الحضور من الاطباء، ونتمنى يبقى ايام مفيده. احنا ده السنه دي في تطوير على السنتين اللي فاتوا، ان احنا بقى رينا الويك بحيث يشمل بيشنت كير بيشنت مانجمنت وادوكيشن. فالاضافه كبيره جدا، يعني الكورس بدا من يوم السبت الماضي بباراثيرابيوتومي كورس. الباراثيرابيوتومي اول يوم كان ريبيليتيشن كيسز ومحاضره، وبعد كده دكتور احمد حلاوه طبعا هو كونسلتنت ترانسبلانت سيرجن في جامعه شيفيلد في انجلترا، والدكتور احمد حلاوه بيعمل بجانب الترانسبلانتيشن باراثيرابيوتومي فيسكولاز وحاجات زي كده. فعمل اول يوم اليوم، ثاني يوم حالتين باراثيرابيوتومي، وثالث يوم خمس حالات باراثيرابيوتومي كداخل ايام باراثيرابيوتومي. وبالامس كان في فريقين، فريق على الدونر وفريق على السيجنت. دكتور احمد حلاوه كان مع جروب جامعه سوهاج على الدونر، وكان بارل استاذ ياسر عثمان استاذ جراحه المسايد البوليه في طب المنصوره، وهو جراح ترانسبلانت سيرجن على الريسيبيانت، ونتمنى الوقوف في اوتون ان شاء الله. بالاضافه لذلك طبعا شاركوا معنا في المحاضرات، فده بعض الصور الموجوده اهي. امبارح بدا يعني احنا وصلنا امبارح الصبح، فبدانا بان احنا رجعنا اشعاعات القبل وشفناهم كلينيكال وخلاص عملنا الاسسمنت وتوكلنا على الله وبداوا راحوا العمليات. الجروب اللي رايحين معنا عمليات احنا قعدنا في القاعه اللي في المستشفى علشان محاضرات الترانسبلانتيشن كورس. بدات انا بالمحاضره عن البريبريشن وديسكشن مع الاودينس اللي موجودين، والموست امبورتنت مسج من المحاضره ديت ان احنا وشو بي ميتيكلس، مش كل عين على الدايس يبقى فكره ترانسبلانتيشن، ومش كل دونر ينفع يتبرع، ولازم عندي لوجيستيك، عندي حاجات مينيمم اكسبتد ستاندردز وحاجات فيها ادفانسز من سنتر لسنتر. فالمينيمم اكسبتد ستاندرد من الكواليتي اشورنس للسيكت والدونر ده رقم واحد في ترانسبلانتيشن. بعد المحاضره ديت استاذ الفاضل الاستاذ دكتور سمير صبري استاذ الكلى في مركز الكلى في المنصوره تناول الموضوع في غايه الاهميه. الايثكس في الترانسبلانتيشن بدون ايثكس يبقى جريمه، لكن الترانسبلانتيشن يبقى مفيد ويحسن الكواليتي اوف لايف ويقلل المورتاليتي ويدي كل الادفانشز ويبقى فيسيولوجيكال وناخد منه كل المزايا الجميله دي اذا كان تحت مظله الاخلاق. فالدكتور سمير ناقش حاجات كثيره جدا، الايثيكال بوينتس من الريسيبيانت والدونر والسيستم والكلام ده كله، كانت محاضره اثارت ديسكشن كثيره جدا وكانت حاجه مهمه جدا. احنا عندنا في الايثكس حاجه ايثكس وقواعد لو
احنا المفروض واحنا شغالين لا نخترق الافكس ولا نخترق اللون. وناقشنا بعض الحاجات المهمه بتفاصيل يعني. وكان معانا الاستاذ دكتور محسن القوصي استاذ الكلى في جامعه شيفل من جامعه وطبعا الروتس بتاعته جامعه اسيوط وشارك معانا في الدسكشن وكان وجوده مهم جدا جدا ولمسنا فيه الحماس والتواضع والادب الجامعي. المحاضره الثانيه مع الدكتور سمير كان محاضره الاستاذ الفاضل دكتور عبد البر طبعا ادانا الخبره العظيمه في الانسبريشن وطور بنا في 10 تشينز من الايفولوشنز في الانسبريشن تريسن بروتوكول في مركز كده في المنصوره. وبعد المحاضره طبعا الناس سالت على دراج انتراكشنز البيست مانجمنت طب الاندكشن ثيرابي والاستاذ دكتور عبد البر اثر دسكشن في السيكتورز دي كلها. بعد الدكتور عادل استاذ دكتور محمد المغار كان معانا استاذ اشعه ونائب مدير مركز الكلى في المنصوره اتكلم عن الايمجنج ومحاضرته كانت ماشيه ايمجنج للتحضير الزرع للدونر والريسيبيان ثم الايمجنج بوست ترانسبلانتيشن زائد الانترفنشنز. كانت محاضره قيمه جدا قعدت مده ساعه كان معانا ديسكشنز. بعد كده سمعنا الاكسبيرينس من اسيوط الاستاذ دكتور اشرف الشاذلي والفريق اللي معاه ونتمنى طبعا ان الترانسبلانتيشن سواء في اسيوط في سوهاج في اي جامعه عاوزه تشتغل في هذا البرنامج يمشي على قدم وثاق بحيث نحقق الموست ابروبريت مانجمنت للعيانين بتوعنا. الدكتوره نشوى برضه كملت اسيوط اكسبيرينس دكتور علي طه ولا انا سوهاج اكسبيرينس وهم دلوقتي حاليا زارعين 12 حاله ونتمنى المزيد من النجاح والنجاح والنجاح ان شاء الله. ده التيم بتاع الدكتور علي. وبعدين الدكتور ياسر عثمان بعد ما خلص الترانسبلانتيشن رغم العناء الشديد الا انه اصر ان هو يدي الجزء الخاص بالسيرجيكال اسبيكتس اوف ايرلي جرافت سبارش. ايه المشاكل اللي راح اشوفها في الايرلي بوست ترانسبلانت بيل وهيتعامل معاها ازاي؟ ازاي يشخص كل الليمفوسيل؟ ازاي يشخص اليرينوما؟ ازاي يتعامل مع الاوبستراكشن؟ كل الكلام ده افاض فيه في الشورت تايم وألهم حضرته ب فيري نايس ابلايد براكتيكال الجوريزم فور ذا مانجمنت اوف ايرلي بوست اوبرتيف ترانسبلانت سبارش. وبعدين الدكتور احمد المندوب ده مدرس في سوهاج ومدرس واعد جدا اشتغل في اليابان اشتغل في لابراسكوب دولار ريفلكتوري وادانا محاضره فعلا يعني كانت فيها سلايد صور وفيها فيديوز وطبعا بخلق رفيع ونتمنى ان شاء الله يبقى ثروه هنا اضافه لجامعه سوهاج. بعدها الدكتور احمد حلاوه شارك في الدسكشن يعني علق على كلام الدكتور ياسر ثم تم تكريمه لما عمل المجهود لانه سافر بسلامه الله في صباح هذا اليوم. ده ملخص بالصور ما تم بالامس. لكن خلينا نناقش موضوع الباراثيريوتومي في خمس دقائق. الباراثيريوتومي از ا فيري كومبلكس سيرجري والديسيجن صعب، كان صعب علينا من سنوات لانه ما بقاش لاقيين السكيلفول سيرجن اللي يعمل الباراثيريوتومي. وبعد ما يعمل باراثيريوتومي في عيان السكن في فرق ما بين الادينوما اللي موجوده في البرايمري هايبر باراثيريوتيزم والسكند هايبر باراثيريوتيزم. عيان الرينال فيلر بقى فيه مشاكل في السيرجري والكلاسيفيكيشن والدنيا بقى المعالج بتبقى متلخبطه. فكان في مشكله دايما يحصل عندنا ريكارنس وريدول ومشاكل كبيره قوي. الدكتور احمد حلاوه التكنيك بتاعه فعلا كان مفيد جدا لانه عمل سيريز معانا في المنصوره مستشفى المنصوره العام الدوري وبعض الاماكن روحها حوالي 80 حاله. 80 حاله ريكارنس فيها قليل جدا. يبقى وكان الحاجه اللي اضافها ايه؟ الحاجة اللي أضافها نقطتين من التكنيكال بونس اوف فيو انه بيديسكت الساينس لانه في الغالب لو في ابتمنت تيشو من الباراثيرويد بيبقى مكانه في موست كومن في الساينس. النقطة الثانية بيضيف ديستلد ووتر على الجرح بحيث لو حصل باراثيرويد تيشو ديسمينيتد تبقى المية اللي هي المقطرة ديت بتعمل كيلنج للخلايا وبتمنع الريكرنس او الباراثيروماتوزس انتشار هذه الخلايا. لكن في النهايه اتس ديفيكلت مش معناها ان احنا بنعمل باراثيريوتومي ان احنا بنعمل دعايه للباراثيريوتومي، احنا نفسنا ما يبقاش في باراثيريوتومي خالص. لكن للاسف احنا بنتاخر في تشخيص السيخ دي ام بي دي وبتبقى الدنيا ليت ويبقى الميديكال تريتمنت في الغالب ريفراكتوري. لكن
الايديال احنا بنعالج الاول ميديكال، ولما في فيلير للميديكال تريتمنت بنلجا للباراثيرابيوتيك. كانت في موجه جت من 3 سنين ان يقول لك ان نبدا بالعينين اللي هم فيري هاي ليفل من البي تي اتش من الاول، نبدا باراثيرابيوتيكتومي اللي اذا كان عين او فيت للسيرجري او ريفيوزنج السيرجري. احنا بتهيألي المور مودست ان احنا نبدا ايرلي ونتابع السيريال بايو ماركرز بتاع السي تي في ام بي دي، ولو هنخش بالادويه بتاعت الفوسفيت بايندرز والفيتامين دي والسينيكال سيت والكلام ده كله، نخش ايرلي ونتابع سيريال بحيث نتفادى هذا الكلام، لانه ده اناليسيس للبارا يعني كومنت على اناليسيس الريسك بنفيت الباراثيرابيوتومي اسوسييتد with significant morbidity in the 30 days يعني في الايرلي بوست سيرجري، وعلى اللونج وعلى السنه الاولانيه في زياده في الموربيليتي والمورتاليتي. الاستادي ديت اكبر استادي منشوره كداتا ريجستري للباراثيرابيوتومي في يونايتد ستيتس السنه دي، والداتا 32,000 عيان. ده هارفست ل 10 سنين. نسبه الباراثيرابيوتومي في امريكا في 2002 كان 7.3 في الالف، وبعدين مشى بالمعدل ده وحصل هنا دروب في سنة 2005 كان أقل سنة يتعامل بره تاريخ، وبعدين رجعت زيادة خفيفة الكرنت 4.9 في الألف. يبقى إذا في عيانين على الرغم السيستم موجود قوي إلا إنك محتاج بره تاريخ. يبقى نفس الكلام اللي إحنا عاوزين نقوله هنا، لما يبقى عندي محتاج لعيان بره تاريختومي أعمله كويس. الحاجة الثانية من الداتا ريجست دي المهمة جدا كأوبزرفيشن، مين البيشنس اللي اتوقع مورتاليتي بعد الباراثيرابيوتومي؟ العيانين اللي قبل الباراثيرابيوتومي كان عندهم هارت فيلير، كان لقينا الاودز ريشيو 4-4 فولد، والبريفرال فاسكولار ديزيز، يبقى العيان اللي عنده كلينيكال مانيفست بريفرال فاسكولار ديزيز او كونجستيف هارت فيلير، العيان ده بقى خايف لان المورتاليتي هتبقى عاليه بعد الباراثيرابيوتومي. كانت هنا سربرايزنجلي العيانين اللي زرعوا كلى قبل كده كانت الاودز ريشيو اقل، معناها ان العيان اللي زرع قبل كده على ما يبدو ان الترانسبلانتيشن برضه بيعمل سم موديفيكيشن للانفايرمنت اوف فايبر باراثيرز. لكن لو احنا حطينا سؤال يس اور نو الترانسبلانتيشن هو الحل السحري للسي تي ام بي، الاجابه لا، ده ممكن يجي بشكل مختلف اوستوبروز افاسكولار نكروز او يحصل برضه بالزيستر في الهايبر باراثيرز طول ما قاعد وطبعا كانت يعني عنده اكسبيرنس جامده في الموضوع ده. نقطه ثانيه اهم مسج من الباراثيرابيوتومي ما تلاقيه في المطاف. يعني ما اقولش انا شفت الباراثيرابيوت خلاص انسى البي تي اتش والباراثيرابيوت بلاند والكالسيوم والفوسفورس انا كده في الامان، لا. الاستاذ بيتوري البايوكيميكال تشينجز في 1000 عيان، اكثر من 1000 عيان اتعمل لهم باراثيرابيوتومي. طبعا ال 1000 عيان دول او 1040 عيان بعد الباراثيرابيوتومي البي تي اتش هينزل، لكن في جزء من العيانين بيحصل البي تي اتش ما يبدا بيظهر تاني. الحاجه الثانيه الفوسفورس بينزل شويه بينزل، الكالسيوم ممكن يزيد تاني. الكالسيوم في بعض الحالات بيبقى فيه بريزستنت هايبوكالسيميا، دي الحاجه المزعجه جدا. عشان كده واحنا بنعمل بعد ما بنعمل باراثيرابيوتومي عينينا على الكالسيوم في الايرلي بوست باراثيرابيوتومي، لان العيان ممكن يخش في كاتاستروف من السيفير هايبو كالسيوم، وساعتها المفروض يبقى في اكشن يتعمل ايميديت بدل ما استنى ويحصل كاتاستروف. الحاجه الثانيه بعد 6 شهور وسنه من متابعه الباراثيرابيوتومي جزء من هؤلاء المرضى كان بياخد برضه سنه كالسيوم في السوبر مايجر والكلام ده، معناها ان انا لازم ابدا ميديكال تريتمنت لما يحصل فيلير وانا مش عارف اسيطر على الباراثيرابيوتومي بعمل باراثيرابيوتومي. بعد ما اعمل الباراثيرابيوتومي بكمل الموتوري بالاضافه للميديكال تريتمنت ممكن يبقى موجود برضه. يبقى اذا ميديكال سيرجيكال ما هوش بروك وونز ما هوش ده ده، هما الاثنين مع بعض كومبلمنتري اكوردنج للليميتيشنز. فطبعا الفضل انا بقول تاني وتالت ورابع العمليه ديت الفضل في نجاحها في طبعا بايد واحد سكيلفول. الحاجه الجميله في دكتور احمد حلاوه انه علم الجراحين في جامعات وفي مستشفى المنصوره العام، لما جراح في المستشفى العام يبقى ماستر ان الباراثيرابيوتومي ويضطر هو كترينر للاي اس ال كورس بعد كده، معناها انه اطمن ان هو اتقن هذه الشغلانه. ده بس بانونس ده السايت بتاع السي ام اي هنا في المكان ده
هنلاقي السيك الام بي دي ابديت، وحتى في كمان امتحان موجود اللي عاوز يراجع هذا الكلام. خلاص الكلام، انا بنهي هذا بهذين البيتين. كل الانشطه اللي احنا بنعملها من خلال الجامعه المصريه من خلال تعاون الاساتذه الجايين من كل مكان، وانا قبل ما نخرج المفروض بنشكر الناس كلها اللي جم، كل واحد جاي من اي مكان وجاء سبب عيادته وسبب، حتى العياد مش هتشتغل ما يشتغلش النهارده فالمفروض يريح، فكلهم ابطال وكلهم جيمر. بشكرهم جميعا كل الناس اللي جم لسوهاج عشان يشاركوا معانا، جايين عن حب وعن قناعه الواجب اتجاه هذا البلد وهذا الوطن، لان احنا مؤمنين ان المرأة عليه ان يسعى. احنا نعمل اللي علينا على المرأة ان يسعى ويبذل جهده، وليس علي ان يساعده الظهر، فان نال بالسعي المنى تم امره، وان غلب المقدور كان له عذر. بشكركم على حسن الاستماع. على المقدمه دي والتنبيه على النشاط المستمر، وطبعا هو دي نشاط على مدى السنين، والتنبيه للأرلي مانجمنت اوف سي تي دي از اوف جريت امبورتنس سو ذات وي دونت ليف ذا كيسز تو ديتيريوريت انتل وي ريتش ذا ادينوماتست فيز اوف ذا باراثيرويد اند ريكواير باراثيرويدكتومي. We need to early intervene with the cases and properly handle. أنا بس حضرتك على التعليق ده، لأن ده كلمة السر فعلا. لو عاوزين تشينج المايند بتاع الدكاترة وبتاع المرضى والبيشن المرضى بحيث نبدأ early، ولأن الايرلي مانجمنت بفول اب أنا يعني أعتقد إنه هيعمل a big difference. شكرا دكتور حسين. Now I'd like to introduce my official to the best analyst and get my source of the mother care for the هيتكلمنا ان شاء الله على الايرلي فيرسس ليت هيموداليس. اتفضلوا جمال. اتفضلوا جمال والنون تو اس من الجمعيه. حقيقه بنتشهد نشاط على جميع المستويات وعلى جميع الشابترز. الاوتريتش بروجرام ده سبورتد بالجمعيه المصريه. دكتور حسين دينامو هذا الاوتريتش بروجرام، ولكن ده تحت مظله الجمعيه برئاسه الاستاذ الدكتور جمال سعد. اتفضل دكتور جمال. احنا ان شاء الله بعد ما نحط دكتور جمال هنفتتح ان شاء الله المؤتمر باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو التوبيك نوت اوت ستاندينج توبيك، انما هو في الكلينيكال براكتس اوف جريت امبورتنس. When we used to start our initial practice in dialysis service some 30 years ago or even more, we used to receive cases presenting with serotonin of more than 12 and 13 and 15. And sometimes occasionally you remember the stuff in the excess of the bar, معانا, we can encounter serotonin of 20 and 25 occasions. And when we started the dialysis, we had the practice of using twice weekly sessions, and we used the 6-hourly sessions. After a while, we got into the era of adequacy of dialysis, and we required 3 dialysis sessions per week, and even daily dialysis and or nocturnal dialysis. And we went into the era of adequacy guided by people over V and so on, and all this dilemma. And now we are going to go through how, what is the present status of the conditions to start the dialysis service. This is the agenda, and I'm going to start about the survival pattern with end-stage renal disease. And as a point of condition, survival of CKD is much less than the common population, as well as patients who are on peritoneal dialysis is also significantly lower. Also, the patients who are on hemodialysis are having a lower survival than the general population.
And you can notice that the best outcome is those with cross-location. It's claimed that the death on peritoneal dialysis is the survival is better in peritoneal dialysis than in hemodialysis. As you can notice here, that the death rate compared to the hemodialysis is better in peritoneal dialysis. Actually, patients who are elderly and those who are on hemodialysis have the greatest and highest mortality. So this should be put into consideration when we are dealing with patients who have CKD and old age and to choose the modality of treatment suitable for them. Italy impacted the socioeconomic standard worldwide to initiate dialysis. Actually, there were two main factors directing the initiation of dialysis worldwide, including the gross domestic product and the purchasing power parity. And in this study, you can notice that in countries with low socioeconomic standard, the initiation of dialysis is least, and the service of dialysis is not available, and the renal replacement therapy prevalence is minimal in areas with low socioeconomic standard versus countries who have high GDP. The parameters to direct initiation of dialysis were first directed or mentioned by Hakim in 1995, and actually adopted what we were using in our clinical practice initially. And he mentioned that it is based mainly on clinical symptoms, and the timing of initiation was apparently late. This one was mentioned at that time in 1995. In the 1990s, the expert groups recommended that initiation has to be considered when renal function declines to a determined level of creatinine clearance of around 10 milliliters per minute, so that we are not starting that late. And over the past 10 years, however, the mean estimated GFR of patients starting dialysis in the USA progressively increased. And why? What was the underlying factor beyond this? If we find the start of dialysis in the United Kingdom, this was not as similar to the United States, where it was starting to adopt early dialysis. With estimated GFR around 9 or 10, not reaching to the 15 milliliter which was adopted by the United States. Previously it was around 7 or 7 to 8. Actually, if you consider the proportion of patients who are starting a dialysis of creatinine, estimated GFR of between 0 and 10 was greater, and those who started 10 and more than 10 was minimum. But in the year 2005, you can find that there's a greater proportion of patients who are starting dialysis at an earlier phase. And this was increasing particularly in the United States. Here you can find the proportion of patients who are dialyzed at creatinine clearance of more than 10 to 15 milliliters per minute, with relevance to those who are dialyzed between 15 and 10. But still, this is an option of early dialysis as compared to the initial considerations of dialysis treatment. And you can here see the GFR initiation of dialysis in the USA, and you can notice that it is increasing, reaching up to 12 and even 15 special comorbidities as diabetes, but it is, was progressively rising to adopt the concept of early dialysis, and they believe that they will have a better impact on the patient survival. And I would like you to concentrate on this slide very much, because the studies and the guidelines were supporting this approach, and we got a massive data which is supporting this, including the KUK guidelines in up to 2006 here, which is favoring
starting of dialysis with the estimated GFR is around 15 or just below 15 milliliters per minute, as well as the outcome quality initiatives of the National Kidney Foundation, which are considered to be more than 10. So this is the guidelines which was delivered as a message to all the clinical practice worldwide. But did this policy of starting hepatitis have its implications? Yes, it has its implications on the burden on dialysis service, requiring more machines, more nursing staff, and actually this trend continuing to rise, it will likely have financial implication. But is this the only problem we are caring for? I believe it might be yes or no. So starting dialysis early might result in a more rapid decline of patients' residual kidney function, and this is the most crucial point, because preservation of the residual kidney function is the most critical aspect to affect the patient's survival on the long term. And the residual kidney function has been shown to have a positive relation to the outcome, and we should consider that we should not do any harm to the patient by adopting this concept of early dialysis. Until the, in 2010, there was the IDEAL study, which compared those who were starting dialysis early versus those who were starting dialysis late. And actually, the late group was those who were considered to have estimated GFR between 5 and 7, compared to those who were between 10 and 14. We do not compare those who were above 15 milliliters per minute as in the United States. And most of the cases in the late onset group did not achieve this value, and due to different symptoms, they were excluded because of having initiation of dialysis at earlier phases because of possibly hyperkalemia, hypervolemia, and so on. But what was important about this study is that they showed no difference in the patient survival between the early and the late start group. And this could make a relief to those who are caring for the medical service, because they need not overwhelm the dialysis service and the financial burden. And this was a special relief to those who are in low socioeconomic standard areas. But later on, and this is not an important slide, it shows the different parameters of this study. There was no any difference between all the study parameters and the comorbidities. But more interestingly, that in the United States, they started, after reading this paper, they started in the United States, where they were recommending early dialysis around 15 milliliters per minute, particularly for the diabetics. And I don't know on what basis in the United States they adopted this approach, and they implemented it worldwide, and it was implemented by the guidelines. When they revised the retrospective data, and this paper was performed in 2010, retrospective analysis, the lines which are in blue, the retrospective analysis of the USRDS data suggests that late initiation of dialysis is associated with a reduced risk of mortality. So they have the data that the late onset of dialysis carries a better outcome for the patient survival, and they were adopting early dialysis, early initiation of dialysis. This is very awkward, very strange, عجيب again. يعني هم اللي عندهم الداتا وعندهم الاناليسيس والايديال ستادي شود نو ديفرنس. انما when they revised their data, they found that those who started late dialysis in the United States carried the most better outcome. And in this, and then in their analysis, they showed that patients who started dialysis with creatinine clear or estimated GFR between 0 and 5 carried the best mortality, compared to those who started between 5 and 10, compared to those who started between 10 and 15, compared to those who started
more than 15, they carried the worst patient survivor. And these are retrospective, not prospective data in the United States itself. And this, I believe this is a shame to our clinical experience for many long years. And here, this was a revision paper by professors from the United States, including Stephen Rosansky, Professor Glasow, which you all know, and William Clark. And they considered a recommendation, new recommendation, and this was in 2011. And they said that we suggest that dialysis initiation is justified. A GFR of 5 to 9 milliliters per minute per 1.7 meter squared, if accompanied by uremic symptoms or fluid management issues. And they might even consider delaying dialysis more than this. If we return to the guidelines, which were reformulated, and the guidelines that in early initiation of dialysis, and the outcome and the data was supporting early start of dialysis. After review retrospective data, they reformulated the guidelines and switched once more to the concept that a patient with CKD should be followed up, a patient with advanced CKD should be prepared for dialysis or kidney transplantation when their GFR is around 15 milliliters per minute, which is guideline number one. And if it is below than 15 milliliters per minute, they should be candidates for follow-up. And when it is, if the rise or the decline is more than 54 milliliters per minute, they might be considered for closer follow-up. And patients, asymptomatic patients, presented with advanced CKD may benefit from a delay in starting dialysis in order to allow preparation, planning, and permanent access creation rather than using temporary access. So we would consider this period for observation. Later on, we got another surge, five dominal papers which and recommendations which are recommending late dialysis initiation. And then we are end the shift and in the guidelines here of the KDIGO 2012, they considered starting it between 5 and 9 or even below than 6. What is more interesting that in this paper that even what was recommended for early dialysis benefit in particular comorbidities as diabetes proved to be not correct. And here that in this study, which was published in 2014, that even in diabetics here, you see this is the diabetic group, you can find that there is even in that group, there is a benefit of late start of dialysis rather than early start of dialysis. The patient survival is much better if you still start in diabetics in the dialysis service early. This year shows the, if you remove the comorbidities, still there is a difference in the outcome. And the timing of start of dialysis in diabetes patients here in this systemic review should thus be initiated based on the same criteria in all patients, irrespective of the presence or absence of diabetes. And now we went to a complete pendular shift, and we are returning to our initial concept when we were starting dialysis, when we were residents, and this is the intent to defer. Intent to defer, rather than the intent of start. And this was adopted by the Canadian Society, and they considered that 6 milliliters per minute in the last line would be a suitable level unless we have any clinical indication. This shows the different values of starting of the dialysis in different countries at which level, and you can find that there is a growing tendency to have late initiation of dialysis even below than 5 in several countries listed here, and there are many of them are European and North American, and even in the United States, but still in other countries as Belgium and Turkey, we have early initiation of dialysis more than 10.
still as a general concept. The trend of dialysis initiation was revised also by the Chinese group, and based on the Canadian United States Peritoneal Dialysis Study, the National Kidney Foundation and recommended that dialysis should be initiated early at the beginning. This was in 2000 and 2001. But the most recent dialysis initiation guidelines recommend that dialysis should be initiated at an estimated glomerular GFR greater or equal to 6 milliliters. And the decision of when to start dialysis should be based on careful clinical evaluation. And this is the most important factor. The pendulum seems after subtle to the last line of the paragraph to show that the pendulum seems to be swinging back towards symptom-based rather than estimated GFR-based starts of dialysis. And the survival versus measured estimated GFR, this is not of much importance. Which calculation or you are going to use is not much important. In directly clearance below 30, we need to use the estimated GFR, which is more relevant, it's not much important. And we should consider that in the phase of lowering of the, of the estimated GFR below 15, we should start preparing the patient and educating him for the coming different type of modality of treatment. The optimal preparation and the prelude phase. What this is the new terminology of this prelude phase. When we encounter a patient having a reduction of the estimated GFR around the 15 and going down to the 10, this is considered the prelude phase. اللي هي الفترة التحليلية والاستعداد للدايلسيس. By performing proper education programs, initiation of fistula, giving more data to the patient and the relatives about the disease. And this slide shows that intended or prepared dialysis is more beneficial than neglected or not prepared dialysis. Here we are considering the prelude phase, which is this, the area, the time scheduled before transplantation, and we should consider monitoring the hemoglobin not the liver to decline, and the target hemoglobin is around 11.5 to 12.5. ونفس المشكلة بتاع الـ recommendations of target hemoglobin عادينا فيها الـ guidelines as well. Also the management of the phosphorus زي ما كان الـ protein بينوه على كده الـ early interventions would definitely have a great impact on the outcome of the patients. In conclusions, there are deleterious effects of early start of dialysis which carries a serious impact on the patient's survival. There is now a pendular shift to symptom-based rather than estimated GFR-based initiation of renal replacement therapy. Comorbidities should not alter the intent to defer in particularly in diabetics. Target will elderly in addition. The target estimated GFR to start renal replacement therapy is around 6 milliliters per minute, per 1.7 meters squared. And we should consider optimal prelude management in the time phase before the ASCTD 5 to 4 and 5, not on dialysis, but pre-dialysis. We should care for the blood pressure control. We should care for the urine output. Continuous nutritional support in the patient. Avoiding hyperphosphatemia and avoiding declining the hemoglobin levels. Thank you very much for your attention. شكرا جزيلا للاستاذ كمال على المحاضره القيمه. في اي سؤال؟ ايوه سعد الحافظ هو ولو في اسئله اتفضل يا محمد صلاح اتفضل. قول يا محمد اصدقك حاجه. مايك للدكتور محمد بعد اذنكم يا جماعه. Thank you, Professor Gamal, for such an amusing lecture. I have only one question about they took creatinine as the only parameter for initiation of dialysis. I mean, what if you have a GFR, let's say 8 or 9 or 10, but you have other parameters like potassium, if
cholesterol. And this is not a symptom, it's not a symptom. Yeah. And what about other parameters that we usually intend? The other thing is which measuring criteria they or measuring method they took for GFR determination. They can use the MDRD or the modified MDRD, or you should have a GFR by isotope scan. What was mentioned is that we can follow the guideline of the creatinine, serum creatinine, and the estimated GFR by the Cockcroft equation. And if it is around 6, we should consider initiation of dialysis. But what was more important is that any clinical intervention by hypervolemia, acidosis, hyperkalemia was considered of the clinical parameters, we can initiate dialysis by this guideline as well. But the hyperkalemia might be an occasional initiation time. It's not some continuous renal replacement therapy. You might need it once and then control the diet, and the patient would be off dialysis for another period. But what was more indicated is, for example, volume overload, drowsiness, bleeding tendons, and so on, and the creatinine, even if it was the estimated GFR was around 10 or 12, you might start the dialysis considering these clinical situations. The hyperkalemia is an occasional parameter, laboratory parameter, but it's not an indication to start dialysis. Once you find potassium 6 or 6.5, you go through continuous renal replacement therapy. It might be an occasional indication. طبعا محاضره عظيمه في الجمال. هو السؤال دلوقتي اللي بيتردد في البيسيرف جونيور فيزيشن، which is better ان انا delay starting dialysis ولا اعمل incremental dialysis once a week dialysis. انا بشكرك برضه جدا للسؤال ده دكتور مجدي، لان برضه انا نوهت عن اللي حضرتك عايز تقوله ده، بس دي كانت هتبقى محاضره ثانيه. When we started the dialysis, we were using 2 sessions per week, and then we went into the era of لازم 3 ولازم KT over D, you should target more than 1.4 ولا 1.5, daily dialysis with nocturnal tests and so on. Actually, what is most important now is late onset of dialysis rather than early, incremental dialysis. If you can start the patient 1 session per week or 2 sessions per week, and monitor the patient, see the data. If he's doing well, no volume of load, no problem of hyperkalemia, no problem of hyperphosphatemia, you can lead him on 1 or 2 sessions per week. If you need more, you can increase the number of sessions. And they say this, the escalating regimen for dialysis or adoption of dialysis or incremental dialysis. And actually there are data, but not well controlled, that those who are on twice dialysis per week have a better survival than those who have 3 times per week. And the explanation is that this maintains the residual kidney function, and it's in particular group of patients who have residual urine more than 200 milliliters per day, and even they can be maintained on diuretic therapy, even on dialysis. And they carry the best outcome, but this is not well controlled. هي دراسه من الصين اللي حضرتك قلتها، بس عاوز اسمع رايك انت في صف الانكريمنتال ولا ما بتحبش؟ اي لايك انكريمنتال دايلسيس وبارتيكولي في البردونيه كمان. وطبعا لو عندنا بالذات في البيشنت البوردر لاين هو جي اف ار 6 7 بس زي لوك ستيبل، البيشنت ده وانس ويكلي دايلسيس ويل دو بيتر. وفي سايكلينج دايلسيس اي كان دايلايز هيم فور 1 مانث اند ليف هيم فور 1 مانث. ده will preserve the residual kidney function وده التارجت بتاع الايرلي انيشيشن تيست. بالظبط. بس الايرلي انيشيشن تيست ده بيزيد حضرتك في نقطه. I think that the serum has the residual kidney functions in patients that did a very nice thing to preserve residual kidney function. And I think that you can start earlier لو في indication في recurrent hypervolemia, recurrent pulmonary edema, recurrent hyperkalemia and so on. لكن so long as the patient is stable, I think نحن we can keep residual kidney function until the end or start late. هو ده المتفق عليه. There is no clinical compelling indication.
you should delay until you are below 6, not yes. even 6. Yes. Yes. This preserves the residual kidney function to the utmost and has an important effect on the patient's survival on long term. In addition, Dr. Magdi can be able to say incremental dialysis, one or two sessions per week at the start. Dr. Magdi, I'm going يعني الحقيقه المحاضره وزي ما الدكتور مجدي اشار يعني هي بتهايلايت فيري امبورتنت بوينت، لكن انا يعني ليا وجهه نظر ان ده نص الموضوع والنص الثاني هو الانكريمنت. يعني وي شود ستارت ليت اند وي شود جو سلو. الداتا كلها دلوقتي ماشيه، يعني في انجلترا عملوا بيبر يمكن من 3 سنوات ولا حاجه وعملوا عليها فولو اب، او 4 سنوات وعملوا عليها فولو اب بعد سنه، وشافوا الكوست ريدكشن لما وكانت ادريسنج الجيرياتريك بوبيليشن ان بارتيكولر، وشافوا الكوست ريدكشن لما هم عملوا ليت دايلسيس، وشافوا كمان السرفايفل فيرسس للكونسرفتيف ان ذا فيري ليت جروب فيرسس الدايلسيس في الجيرياتريك بوبيليشن، وكانوا دايبيتك ولقوا انه ما فيش سرفايفل بنفيت من ان انا اغسل لهم، وبيكوست البير بيشن اكثر من 12000 جنيه استرليني، يعني مبلغ غريب. نقطة بقى الانكريمنتال، حضرتك في بيبر برضه يمكن في مخطط الانكريمنتال اللي قلناها في المؤتمر الجمعية اللي فات، انه twice seems nice but isn't incremental، ودي لسه منشورة فوكس اللي فات. الحقيقة انه انكريمنتال مش معناه جلسة ولا اثنين في الأسبوع، انكريمنتال ده ممكن يكون مرة في الشهر. وردا على كلام الدكتور محمد صلاح، ممكن عيان يجي لك اوفرلودد بيزيد 4 كيلو على مدار شهر، اعمله وانس بير مانث ما مش عيب ابدا، والكرياتينين بيوصل ل10 وهو جوينج اون وبياكل كويس وصيام اكل حلو وما بيزيدش كتير، ف this is really incremental. بس في فرق صغير ما بين الانسيدنتال دايلسيس والانكريمنتال دايلسيس. لا حضرتك انا مش بقول انسيدنتال، لا انا مش بقول انسيدنتال، انا بقول بيشنت بيمشي على دايلسيس اون ريجولار بيسس بس على انترفلز بعيده، بس مش 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 اخر تعليق هناخده من دكتور احمد ربيع. دكتور جمال على المحاضره، انا بس عايز اقول ان الكواليتي اوف لايف ممكن هنا تاثر في الديسيجن بتاعي بتاع الدايلسيس، لان البيشنت ممكن يختلفوا عن بعض، واحد هايلي اكتف وواحد مش اكتف، فده تو بي كونسيدر يعني. اكيد. وشكرا جزيلا. There are important clinical variations but still the activity and the quality of life should respect that late initiation carries the better outcome because you should maintain the residual kidney function even if the highly active, يعني مش واحد highly active you start dialysis earlier for him. This was the old concept in the United States that start dialysis earlier he will be having a better quality of life and more productivity and so on, which proved not to be the situation. لو سمعت لنا دكتور جمال، احنا دايما بنقول ايرلي وليت ونجيب ناس يدافعوا على الايرلي وناس دافعه على الليت. هو طبعا هو لا ايرلي ولا ليت، هو اون تايم دايلسيس هو الافضل. الانكريمنتال دايلسيس اذا خدناه كبوليسي يبقى المفروض نعمل ديسيجن واحد سنيور بيفور العين كويس على الكورن الاتموسفير بتاعنا، لان في كلام تاني في مقالات قاعد انكريمنتال دايلسيس بوزيتيف لكن في حاجات نيجاتيف. فاذا كنت هعمل انكريمنتال دايلسيس لو الدكتور سمير قال وحضرتك قلت ان لازم في عندي كرايتيريا مين اللي ينفع انكريمنتال دايلسيس ومين ما ينفعش. الحاجه الثانيه لو قررت اعمل انكريمنتال دايلسيس لازم يبقى عندي سيستم افولو اب العيان كويس جدا، لان الجديد جايدلاينز لما قالت اخسر عند 15 مللي بير مينت حطوا بعدها بشرط يبقى العيان في كلينيكال انفستيشن او كلام زي كده. اذا كان السيستم لن يستطيع متابعه العيانين اللي تحت ال 15 يقول لك اعمل دايلسيس، وده في فكره الايرلي دايلسيس. الفكره اللي انا عايز انوه عليها ان احنا we should take the guidelines very cautiously and not to follow the guidelines عمياني blindly. لان الجايدلاينز might completely switch 180 degrees along 4 or 5 years. يعني ان لهذا pendular shift for the guidelines from 2006 to 2011 او 12. complete difference، يعني واحد قال لك early initiation واحد قال لك لا late initiation. أنا بشكر سعادتك شكرا جزيلا، محاضرة ممتعة والدسكشن كانت جميلة جدا متشكرين. احنا هنقفل السيشن الأولية وسعادة المحافظ والناس ورئيس الجامعة موجودين وهيعملوا الافتتاح الوقت. ومين اللي
للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السيد الوزير الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ دهاء، السيد الأستاذ الدكتور صفا محمود القائد بأعمال رئيس الجامعة، السيد الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال عميد كلية الطب، السيد الأستاذ الدكتور جمال محمد سعد رئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، السيد الأستاذ الدكتور حسين شعيشة أستاذ أمراض الكلى بجامعة المنصورة، السيد الأستاذ الدكتور علي طه القرياتي رئيس أقسام الأمراض الباطنة بكلية طب سوهاج. السادة الضيوف الكرام، كل بشخصه وصفته، أحييكم بتحية زفها الإسلام وجعل عنوانها السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل شيء يرحب بكم، كل شيء يبتسم ويتوهج فرحا بكم، كل شيء ينمق عبارات الوصف ويصوغ كلمات الحب لوجودكم، فأهلا بكم. 3 أعوام مضت وها هو العام الرابع، اليوم ها نحن نعيد الكرة من جديد ونفتح الأبواب بسعادة وشغف ليستضيف قسم الأمراض الباطنة بكلية طب سوهاج المؤتمر السنوي للجمعية العلمية المصرية لأمراض وزراعة الكلى. هذا المحفل وهذا الملتقى الذي يغمرنا كل عام بلقاء أساتذة أجلاء يزفون ونزف إليهم علما مثمرا نحو الأفضل في علاج أمراض الكلى، إنهم أعضاء الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى. هذا التعاون البناء الذي من أجله يتحملون مشقة السفر والترحال لتتشرف به محافظة سوهاج على أرضها، يغرفون منها بإذن الله طيب اللقاء والبقاء، فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى. إن حرصنا نحن قسم الأمراض الباطنة بجامعة سوهاج على إقامة هذا المؤتمر بشكل سنوي ما هو إلا تقديرا منا للواجب والمسؤولية الملقى على عاتقنا في توفير فرصة أفضل من أجل تطوير المنظومة الطبية في صعيد مصر، ورغبة في رفع مستوى أطباء الكلى نحو مستقبل أفضل لمرضى الكلى، وتوعية بناءة لزيادة الوعي الشعبي. وفي هذا الإطار لنا كل الفخر أن نضيف هذا العام صرحا جديدا، إنه جوهرة جديدة، إنها وحدة زراعة الكلى تحت إشراف الأستاذ الدكتور علي طه القرياتي ولفيف من أطباء الكلى وأخصائي المسالك البولية. لقد كانت وستظل لحظات فخر وفرح منذ أول حالة زرع، وتبتسم على وجوهنا علامات السعادة، تلك السعادة التي تصب علينا من هؤلاء المرضى ودعواتهم بعد النجاح بفضل الله تعالى في زراعة الكلى لإحدى عشر حالة، وبالأمس الحالة 12. هنيئا لكلية طب سوهاج وهنيئا لنا جميعا، سائلين الله عز وجل أن تتواصل المسيرة بنجاح ويكلل هذا المجهود بالتوفيق دائما. السادة الضيوف اسمحوا لي
أن أرحب بكم مرة أخرى وأن نبدأ هذا المنطقة الكريم بخير الكلام. إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. ومع آيات من الذكر الحكيم والقارئ حماد إبراهيم فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا
ومنبعا للمتعلمين. اتشرف بدعوه الاستاذ الدكتور علي طه رئيس اقسام الامراض الباطنه بكليه الطب ورئيس المؤتمر لالقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الدكتور الوزير ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج، السيد الاستاذ الدكتور صفا محمود السيد رئيس جامعه سوهاج، السيد الاستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كليه الطب بسوهاج، السيد الاستاذ الدكتور جمال سعدي رئيس الجمعيه المصريه لامراض وزراعه الكلى واستاذ الكلى بكليه الطب القصر العيني، السيد الاستاذ الدكتور حسين شعيشع استاذ الكلى بجامعه المنصوره، السادة الضيوف جامعة سوهاج، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مجددا في المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى بالاشتراك مع قسم الأمراض الباطنة، والذي نحرص عليه كل عام على إقامته على أرض المحافظة، وذلك كثمرة للتعاون البناء بين الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى وقسم أمراض الباطنة بسوهاج. هذا التعاون الذي يهدف إلى إبراز وتقديم كل ما هو جديد في مجال أمراض وزراعة الكلى لشباب الأطباء من محافظة سوهاج خاصة وصعيد مصر عامة. ويحرص المؤتمر كل عام على تقديم أحدث ما وصل إليه العلم في مجال أمراض الكلى، وذلك لأن نواكب مسيرة التطور الطبي والعلمي في العالم، وذلك من خلال تقديم المحاضرات النظرية، المرور الكلينيكي بوحده الغسيل الكلوي بكليه الطب بسوهاج، ولاول مره هذا العام اقامه ورشه عمل عن كيفيه التعامل مع امراض الغده الجوهرية لمرضى الغسيل الكلوي، واجراء عدد من الجراحات المتخصصه بها، وذلك بمساهمه فاعله من بروفيسور احمد حلاوه كونسلتنت ترانسبلانت سيرجون بجامعه شيفيلد بانجلترا، وبالتعاون مع قسم الجراحه العامه بكليه الطب بسوهاج. وياتي المؤتمر هذا العام مختلفا عن الاعوام السابقه، حيث يشهد هذا العام اطلاله على العمل الدؤوب الذي نقوم به بوحده زراعه الكلى بسوهاج، منذ تم افتتاحها منذ ما يقرب من عام ونصف، وذلك بتعاون مثمر بين الجمعيه المصريه وزراعه الكلى وقسمي الباطنه العامه وجراحه المسالك البوليه بكليه الطب. وكان افتتاح هذه الوحده لزراعه الكلى أبرز إنجازات تنظيم هذا المؤتمر بشكل سنوي على أرض محافظة سوهاج، وقد أتى افتتاح هذه الوحدة وبدء العمل بها تقديرا منا نحن قسم الأمراض الباطنة بسوهاج، بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا من التخفيف من معاناة مرضى الغسيل الكلوي في صعيد مصر، وذلك يحدث تسابق علمي وطبي على مستوى صعيد مصر، مما يساهم كذلك في التخفيف من الاعباء الماديه من على كاهل الدوله من جراء تقليل اعداد مرضى الغسيل الكلوي ومنحهم الفرصه للعوده الى حياتهم الطبيعيه. ومنذ افتتاح وحده زراعه الكلى بكليه الطب قمنا باجراء 12 عمليه زراعه كلى بنجاح ولله الحمد 100%، وياتي ذلك نتيجه للفحوصات الدقيقه والفحص الكلينيكي الدقيق والذي يتم لكلى من المتبرع والمريض لنضمن اكبر نسبه نجاح لمثل هذه العمليات الوحده. نسال الله عز وجل التوفيق والسداد في اقامه هذا المؤتمر، وان نؤدي رسالتنا تجاه شباب الاطباء وتجاه مرضى الكلى في محافظه سوهاج على اكمل وجه، وان تستمر اقامه ان نستمر في اقامه هذا المؤتمر كل عام في ضيافه جامعه سوهاج بنجاح من قطع النظير. واخيرا احب ان اتوجه بالشكر للسيد الاستاذ الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج لتشريف سيادته بهذا الافتتاح والدعم المتواصل لسوهاج وكليه الطب والجامعه. كما احب ان اتوجه بالشكر للسيد الاستاذ الدكتور صفا محمود السيد رئيس جامعه سوهاج والسيد الاستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كليه الطب على الدعم المستمر لقسم الامراض الباطنه عامه وروحه الغسيل الكلوي وزراعه الكلى خاصه، يعني اطلب من الاستاذ مصطفى عبد الخالق بالنظر بعين الوضع ناحيه وحده الزرق، احنا يعني التمس هذا المكان، واطلب منهم الكثير، عندنا بعض الحاجات اللي ناقصه كثير هنناقشها معاهم في نهايه المؤتمر ان شاء الله. الشكر موصول للسيد الاستاذ الدكتور
جمال سعدي رئيس الجمعية المصرية للكلى، الأستاذ الدكتور حسين شعيشة الدينامو المحرك لجميع أعمال وأنشطة الجمعية، واللذان لا يتوانى عن بذل كل ما هو غالي ونفيس في سبيل نشر أهداف الجمعية، كما أتوجه بالشكر لجميع أعضاء الجمعية من الأساتذة الكرام الذين بذلوا الكثير من الوقت والجهد لحضور فعاليات هذا المؤتمر. الشكر موصول لأساتذتنا من جامعات أسيوط والمنيا والقنا وجميع الجامعات المصرية عامة، تشريفهم لنا في هذا الافتتاح وحضور هذه الجلسات وإفادتنا بالعلم الذي ننهل منه عن طريقهم بإذن الله. شكر خاص سيد الدكتور وفيلة وكيف وزارة الصحة هي بتعتذر عن الحضور، ولكن الدكتور أيمن مطرم مشرف وحياة الكلى بالمحافظة، وجميع الأطباء الكلى ومحافظة سوهاج نشكرهم على تواجدهم أخصائي مرضى الكلى. لا يفوتني أن أقدم خالص الشكر والتحية للجنة المنظمة وأعضاء هيئة التدريس بالقسم، وخاصة وحدة الكلى دكتور نايل عبد الحميد، دكتور عماد أبو خبط، المدرسين المساعدين لازم أذكر اسمهم أحمد نجاح، دكتور نهير، دكتور أحمد حلمي، جميعهم بذلوا كل الجهد لإنجاح هذا المؤتمر، فأشكرهم شكرا جزيلا، كما أشكر اللجنة المنظمة الشركات الأدوية التي ساهمت معنا لإنجاح هذا المؤتمر ولإتمام هذا المؤتمر. أتمنى للسادة الضيوف إقامة سعيدة ومؤتمرا زاخرا للاستفادة العلمية، وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور علي طه. وإن الطب مهنة كل حر رأى أن يبذل الجهد اجتهادا، وأوشك أن يقدس كل طب كمحراب الصلاة بقى وكادا، وكل محارب في الطب يبقى على الأيام أكرمنا الجهادا، ومن منح الحياة كريم معنى وإن بالجرح سموه الجوادا. السادة الضيوف، إنه الأستاذ الدكتور حسين شعيشع أستاذ أمراض الكلى بجامعة المنصورة، قلب الجمعية المصرية لأمراض الكلى وسكرتير عام المؤتمر، شرف لنا وجودك، فليتفضل لإلقاء كلمته مشكورا. سعادة الوزير المحافظ أستاذ دكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أستاذ دكتور صفر محمود رئيس جامعة سوهاج، أستاذ دكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب سوهاج، أستاذ دكتور جميل السعد رئيس الجامعة المصرية للأمراض وزراعة الكلى، أستاذ دكتور علي طه رئيس قسم أمراض الباطنة. وأنا عاوز بس قبل ما أقول كلماتي يعني وأعرض بعض الصور الموجودة، إنه على قدر هذا العزم تأتي العزائم. الدكتور علي طه انسان راقي جدا، ولمسنا فيه كرم الضيافه، ولمسنا فيه عزيمته واصراره ان يعمل حاجه للسوهاج، وعشان كده كان التنسيق هذا العام ان احنا نتوسع اكتر بحيث يبقى في رينا ويك يشمل جراحات دقيقه زي قناه الريتمي وزراعه الكلى، بالاضافه الى كورس سبيشال جيفت كان ترانسبلانتيشن كورس كان على اعلى مستوى امبارح، ونكمل المؤتمر ان شاء الله. لكن قبل ما اقول برضو كلماتي لازم اشكر كل الناس اللي حضر من خارج جامعه سوهاج ومن خارج الصعيد، طبعا في 65 او 60 استاذ مشارك كشير بيرسون وكسبيكر، انا مش هذكر اهل الصعيد لان هم طبعا وراهم ان هم علامات كبيره جدا لان ده بيتهم، لكن انا اذكر الناس اللي هم من خارج الصعيد ليساعدوا ويشاركوا في هذا الحفل العلمي. وانا اذكر مش بالترتيب يعني لان ما كانش في وقت ان ارتب، لكن جامعه القاهره طبعا الاستاذ دكتور جمال السعد رئيس الجمعيه، الاستاذ دكتور مايا حسب الله نائب رئيس الجمعيه، الاستاذ حسين الفيشاوي من الناس يعني المعطائين جدا وحريص جدا يشارك، الدكتوره دينا عبد اللطيف، جامعه الازهر استاذنا الفاضل الاستاذ دكتور طارق الباز اللي هو كان مع تعاقده في رئاسه الجمعيه بدا نشاط السينمائي ياخد شكل فعلا بروفيشنال، والفضل برضه دكتور جمال ان هو بيكمل المشوار وبدا بسينمائي بدانا بسينمائي واوت ريتش وهو السنه دي موجود في سوهاج للعام الثالث على التوالي الرابع.
جامعة عين شمس أستاذ مجدي الشرقاوي طبعا حريص جدا وأنشطته. أنا مش هقعد أقصد بقى في الأساتذة ونشاطهم علشان أخش في السلايدز اللي أنا عاوز أقدمها. فأنت طبعا أستاذ كمال عكاشة حاجة يعني عظيمة جدا ومشارك كل مرة. اسكندرية الدكتور أحمد طريع أصر إنه يجي حكم الإطلاعات. معهد الكلى في المطرية الدكتور محمد صلاح. الدكتور محمد عبد الجواد. المنوفية طبعا أستاذنا الدكتور أحمد ربيع رئيس القسم. تدور بغرس الدكتور كريم سالم. جامعة المنصورة كلية الطب الدكتور علاء صبري للعام الثاني أو الثالث بيشارك في الأوت ريتش بروجرام فإن شاء الله نستمتع بمحاضرته. الدكتور مصطفى عبد السلام شعبة نشاط. مركز الكلى أنا سايبه للآخر لأنه فعلا أنا مدين لهم بالفضل لأنه بيتحركوا كيونت ودايما الواحد يبقى حريص على أكبر مشاركة من مركز الكلى الخبرة اللي موجودة والحاجة الثانية عشان الواحد يبقى حريص إن ما يبقاش فيه دروب في المؤتمر أو في الكورس اللي بتنظم. كان مركز الكلى رموز جاي الأستاذ دكتور عبد البكر طبعا غني عن التعريف الأستاذ دكتور سمير صبري الأستاذ دكتور أحمد عقل بين الطاقم الجراحي الدكتور ياسر عثمان الأستاذ الدكتور المغار من قسم الأشعة الأستاذ دكتور منى عبد الرحيم قسم الباثولوجي ده تقريبا المركز كله ممثل في بالإضافة للمشاركين في تدريس التمريض ميس كريمان وميس سكينة. طبعا كان معانا اثنين ضيوف من إنجلترا الأستاذ دكتور أحمد حلاوة والدكتور القوصي. طبعا عدد كبير جدا من الناس كلها همها ان هي تبذل هذا المجهود. انا في خلال ثلاث دقائق اخلص السلايدز بس علشان نشوف بعض من الاحداث اللي تمت. فبدا الكورس يوم السبت الماضي ببدايات التعارف ومشاركه الحالات الدكتور احمد حلاوه اللي صورته هنا في المنتصف. هو للاسف عشان الطيران مشى النهارده الصبح بعض الصور من القصص ديت. بالامس اتعمل ترانسبلانتيشن ساعد الدكتور احمد حلاوه في الدونر نفريكتومي وكانت الحاجه الجميله اللي خلى الناس تشتغل وهو يساعدهم. والاستاذ دكتور ياسر عثمان اشتغل ريسيبيانت. طبعا المحاضرات في الكورس كان الدكتور سمير الاخلاقيات زراعه الكلى اهم شيء. بعد كده الاستاذ دكتور بكر ادويه المناعه مثبطات المناعه وكيفيه استخدامها. الاستاذ دكتور مغار اشعه ما قبل وبعد الزراعه تجربه جامعه اسيوط ثم جامعه سوهاج. كل الكلام ده اتعرض امبارح ثم مشاركه الجراحين بعد ما خلصوا الدكتور ياسر والدكتور احمد. كل واحد تناول جزء من المشاكل الجراحيه. ما يميز اليوم بالامس انه ما كناش بنقول محاضرات وبنخلص. كان في ديسكشنز وانا كنت مستمتع جدا بالشباب سواء من المدرسين او الاساتذه المساعدين او المدرسين المساعدين اللي كانوا بيسالوا اسئله كلها معناها ان هم حريصين على التعلم والاستفاده من الخبراء. تم تكريم الدكتور احمد حلاوه بالامس بسبب سفره اليوم. بالنسبه للنشاط الجامعيه المصريه منذ سنه 2012 منذ افتتاح الفيرشوال اكاديمي للدكتور طارق الباز رئيس الجمعيه انذاك في شهر 9/2012 واحنا شغالين. الحصاد اكوردنج للاندكس ده في 1/11/2016 2338 محاضره لجميع الكورسات والمؤتمرات اللي بنحضرها او بنعرف مواصفات الكورسات و1200 فيديو. وهتلاقوا الشغل بتاع النهارده في محاضرات وفي فيديوهات وفي اسك اكسبيرت. الحاجه برضه يعني بتصر الدكتور طارق والدكتور جمال انه احنا دلوقتي وصل المستخدمين لهذا الموقع 26,000 انسان من جميع انحاء العالم. مفيش دوله مفيش سنجل كانتري مش ممثله بيوزرز في هذا الكلام. محور اخر بدات الانشيتيف برضه في عهد الدكتور طارق لكن بدا التنفيذ على يد الاستاذ دكتور جمال السعدي وطبعا الدكتوره مي هي رئيسه الشابتر بتاع الداتا ريجستري. لان احنا ايقنا لو مفيش داتا ريجستري يبقى احنا ما بنشتغلش ومش هنعرف الحجم المشكله عندنا ايه. فبدا في محاولات لتجميع هذه الداتا. طبعا في صعوبه كبيره جدا وذلك ان الناس مش متعوده تسجل ودي حاجه بتقرب يعني الناس كلها. فده احد الاجتماعات اللي بعدها طبعا اتعمل الكورسات. طبعا هنا انا هنا بشكر اخويا الفاضل الكبير طارق طنطاوي لانه بيعمل مجهود ضخم جدا متطوعا دونما اي اجر غير ان هو عاوز يبتغي يعمل حاجه جميله مؤمن بها وبيحبها. بدأ شغله مع الدكتور عادل عفيفي لأن الدكتور عادل عفيفي هو الأب الروحي للداتا ريجستري.
وهو حاول هذه الانشيتيف من 10 سنين او اكثر، واول ريبورت موجود في الجمعيه من التسعينات يرجع لهذا الاستاذ الدكتور العظيم اللي فكر في داتا ريجستر. لكن طبعا عشان معوقات الدنيا ما اكتملتش، الدكتور طارق واخد على عاتقه الموضوع ده، واحنا يعني بنحس انه اشتغل اكثر. فهنا في القصر العيني مع الاستاذ الدكتور رمية حسابات ومع الفريق هنا في جامعه طنطا، ورحبوا جدا. وانا عاوز احيي الاستاذ الدكتور جمال عكاشه، لان الداتا عظيمه جدا اللي موجوده من طنطا، والداتا في الزقازيق برضه كنا بنناقش رساله هناك، وبرضه استغلنا هذا الكلام وعملوا الاورينتيشن داتا ريجستري في المنصوره. ده لقى صوره الناس الاثنين النواب اللي دخلوا الداتا، وانا رحت عملت تشيك عليهم وشفت القصه في مركز كده في المنصوره الدنيا عامله ازاي. لما يكون عاملين داتا ريجستري اقدر اقول احنا عندنا الاوريجنال تكنيكس ايه، سبب فشل الكلام ده، ضغط السكر، عارفين المشكله ايه بالظبط، التحاليل الاخبار الهيموجلوبين بتاعنا ماشي ازاي، علشان سياسات الادويه بتاعت انيميا والكلام ده، الالبومين. انا مش هخش في حاجات تكنيكال، لكن ادا بعض الداتا عندنا دلوقتي على السيستم 977 مريض، الداتا بتاعتهم موجوده. السنترز المفروض احنا مقسمين الشغل الى انستتيوشنز، يعني مناطق جامعه او السنترز اللي بره الجامعه بس عندها جود انيشيتيف عاوزه تشارك. فوصل لعدد 37، مش كل الداتا موجوده لكن الدنيا ماشيه. الاكبر مستشفى حتى داتا هي مستشفى الدولي، لكن الداتا بره قعدت مع طول اسامه الشحات في اكثر من 280 عيان، وقلت له يا ريت الداتا تكتمل لان الداتا ماشي كومبليت رغم ان العدد كبير جدا. البيست داتا احسن تو سنترز هو طبعا مركز كلى في المنصوره، وده حاجه مش مستغربه. انا كان نفسي اطلع مركز ثاني، لكن فعلا عملت تشيك، المهندس اداني الداتا كل الايتمز فولفيلد، فلقينا الداتا عندنا موجوده، والداتا انا عملت عليها تشيك فهي 100% انتر كل العيانين. يا ليه؟ احنا اخترنا كان في ثلاث مراكز، طنطا والزقازيق وسوهاج، الثلاثه ايكوال في الجوده، لكن بما ان احنا في سوهاج فاحنا اخترنا نكرم جامعه سوهاج في شخص الدكتور علي طه، ونديله شهاده التميز في تدخيل الداتا، ونستمر ان شاء الله لمزيد من التميز. الدكتور علي طه. سعادة الأستاذ الدكتور صفا محمود السيد رئيس الجامعة
سعادة الأستاذ الدكتور جمال سعدي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى، الأخ العزيز الأستاذ الدكتور حسين شعيشة سكرتير عام المؤتمر وعالم أمراض الكلى. الحقيقة أنا حضرت له أكثر من عرض قبل كده، حسيت بأنه فعلا عالم في مجال التخصص. الأخ العزيز أستاذ الدكتور علي طه الترياتي رئيس قسم الأمراض الباطنة والمشرف بالتبعية على وحدة أمراض الكلى داخل القسم. السادة الأفاضل رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس من الخارج من الجامعات المصرية المختلفة، قامات وهامات التخصص، السادة الأفاضل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من داخل كلية الطب بسوهاج، الإخوة الأعزاء الاستشاريين والأخصائيين من منتسبي منظومة الرعاية الصحية داخل محافظة سوهاج والتي تشرف برعاية السيد الوزير الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج من خلال المركز الصحي الإقليمي للمحافظة، وبالتخصص الزملاء الأفاضل أخصائي واستشاري أمراض الكلى بالمحافظة، وعلى رأسهم الزميل الفاضل الدكتور أيمن مكرم مدير إدارة أمراض الكلى بمديرية الشؤون الصحية. الإخوة الأعزاء من معاوني وأعضاء التدريس من الأقسام العلمية المعنية وذات العلاقة بالتخصص، أهلا بكم جميعا ومرحبا على أرض مدرسة الطب في سوهاج. واسمحوا لي جميعا أن أتقدم باسم كلية الطب على وجه العموم وباسم مجال التخصص اليوم الزملاء الأعزاء دارسين لأمراض الكلى، أتقدم باسمكم جميعا بالشكر لمعالي الوزير الدكتور أيمن عبد المنعم الداعم الدائم لكلية طب سوهاج والمستشفيات الجامعية. في الحقيقة معالي وقف معنا في أكثر من أزمة من الأزمات التي تعرضت لها البلاد المصرية بطولها وعرضها في الأيام السابقة، ونحن لم نشعر على الإطلاق وجود مثل هذه الأزمات نظرا لدعمه المستمر لنا، ودائما بيحل معنا أي أزمة ودائما بيحط دائما الخطط التي تؤدي إلى عدم حدوث الأزمة، ودائما بيقول لنا إن احنا نتنبأ بالأزمة ونحلها قبل حدوثها أحسن من نسيبها لغاية لما تحصل ونبدأ نعالج الأزمة. الشكر أيضا موصول لسعادة الأستاذ الدكتور صفا محمود السيد الداعم الدائم لكلية الطب ولخططها المستمرة الطموحة على مستوى التعليم والمستشفيات الجامعية على مستوى العلاجي، ودايما دي كلمة بيقول دايما إن كلية الطب والمستشفى الجامعي بتقسم على الجامعة الفلوس اللي بتجيلها من وزارة التعليم العام، وده في الحقيقة يعني كلية الطب بحجمها وحجم الخدمات التي تؤديها المستشفى الجامعي التي تعتبر المرآة الحقيقية في خدمة المجتمع المحيط تستحق كل الرعاية والدعم الذي يقدمه سعادة الرئيس دائما لنا، ولا يبخل علينا بشيء يمكن يوميا بمضي منه ملايين الجنيهات لعملية الشراء داخل المستشفى الجامعي. الأخ العزيز الدكتور علي طه، الشكر موصول لك فأنت على مدى 4 سنوات متتالية تبذل كثيرا من الجهد والعرق من أجل أن تأتي لنا بهذه القامات والهامات من متخصصي علم أمراض الكلى. وفي الحقيقة الزملاء الأفاضل من شباب معاوني أعضاء التدريس والأطباء المقيمين في المستشفيات الجامعية والزملاء الأخصائيين والأطباء المقيمين في مجال التخصص في المنظومة الصحية في سوهاج، أعتقد أنهم محظوظون بوجود الأستاذ الدكتور علي على رأس قائمة الأساتذة الأعزاء الأفاضل في قسم الأمراض الباطنة. الدكتور علي بيدي فرصة للجميع إن إحنا يحصل لنا what's called home delivery of science، يعني إن إحنا العلم بيجينا لغاية عندنا وإحنا قاعدين في بيوتنا،
لأن مهما حاول الجميع الذهاب للمؤتمرات في أماكن بعيدة لن يستطيع كل هذا الكم الموجود أن يحضر للمؤتمرات بنسبة 100% لأن فيها جهد ومشقة في السفر وفيها انقطاع عن العمل وفيها انقطاع عن العيادات وكله بالخسارة. لكن احنا النهاردة بناخد العلم الصبح وبنروح عياداتنا بعد الظهر وبنشتغل واحنا قاعدين وبننام في بيتنا بالليل. ده كل الجهد ده يذكر فيشكر للأستاذ الدكتور علي طه القائم على تنظيم هذه المؤتمرات العلمية ومعه كل أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض الباطنة القائمين على تنظيم مثل هذه المؤتمرات. أقول لأخي وصديقي الأستاذ الدكتور علي إلى الأمام قدما في هذه السياسة التعليمية لطلاب الدراسات العليا، وأقول له إحنا كإدارة كلية وإن شاء الله أنا متأكد إن إدارة الجامعة لن تأبوا جهد في دعم هذا الأمر. وبالنسبة لوحدة زراعة الكلى أنا كنت بتكلم مع حضرتك امبارح بالليل في عالي بيه إن إحنا إن شاء الله إيمانا بالسياسة التي أطلق شرارتها الأولى معالي الوزير الدكتور أيمن محافظ سوهاج إقامة المراكز الطبية المتخصصة إن شاء الله. بنسعى حاليا إن إحنا نقيم مركز for what's called organ transplantation، نحن نعمل مركز متخصص لزراعة الأعضاء يشمل زراعة الكلى وزراعة الكبد ويتم على أرض الواقع لدينا بالفعل كوكليار إمبلانت أو زراعة قوقعة الأذن، والزملاء في قسم الأنف والأذن والحنجرة تعدوا رقم 100 حالة في زراعات قوقعة الأذن. يبقى نضمن إن احنا نجمع كل هذه التخصصات في مركز متخصص لزراعات الأعضاء وإن شاء الله معاه طبعاً أستاذنا الفاضل معالي الوزير دكتور أيمن بيه دايماً التخصص ما بينساهوش يعني فبيقول لي وبنك عيوب المرضى طبعاً أستاذنا دكتور أيمن بيه تخصصه الطب وجراحة العين فبيقولش ينسى التخصص المشاغل الوظيفية والإدارية وطب وجراحة العين وبنك العيون على قمة المركز الوزير وتوجيه الأوامر واحنا مش هنقدر ابدا ننسى هذا. ان شاء الله احنا بنسعى حاليا للحصول على مكان ان احنا يعني ان شاء الله نعمله مركز متخصص لزراعات الاعضاء. هذا على المدى ما انا قلت له بالليل هخلي لك مفاجاه، لكن دلوقتي ما دام هو نكشني وقال لي احنا عايزين نعمل حاجه يبقى لازم اقول له ايه المفاجاه. والمكان موجود معالي الوزير بيقول المكان موجود يبقى على طول التنفيذ هو المطلوب دلوقتي ان شاء الله. يعني ان شاء الله عداه على المدى مش بعيد قوي يعني لكن هياخد سنه ولا حاجه عشان يخلص، لكن على المدى القريب نحن داعمين للوحده بكل ما اوتينا من طاقه. اطلب يا دكتور علي لبن العصفور واحنا كاداره مطلوب مننا نطلع الشجره ونصطاد العصفور ونحلبه ونحط اللبن في الكوبايه ونقدمه لحضرتك. انا عايز اسمعك يا باشا انت تطلب واحنا تحت امر حضرتك، وما دام قاعد على ايدنا اليمين معالي الرئيس اللي فيه الجلده بتاعت حنفيه الفلوس احنا مش ابدا مش هنتقاعس بدعمك يا دكتور علي بيه، واحنا تحت امر التخصص تحت امر كل تقدم في مجال العلم على ارض كليه طب سوهاج كلنا جنود في خدمه اي تقدم علمي تحققه مدرسه الطب في سوهاج. انت في الحقيقه لما قمت استلمت الشهاده الان بالتكريم من الجمعيه كل واحد من منتسبي كليه الطب حس ان هو بيستلم الشهاده دي بايده من خلال ايدك اليمنى. كلنا تحت امر حضرتك، كلنا داعمين ليك يا دكتور علي بيه، ومن تقدم الى تقدم اقول لكم ان شاء الله مؤتمر سعيد وموفق علميا، وان شاء الله وعلى هامش المؤتمر انا اعرف من دكتور علي بيه انه في نشاط اجتماعي تسعدوا به جميعا، نتمنى لكم اقامه سعيده ونرجو ان نكون قد اسعدناكم. لكم منا جميعا التحيه ولمصرنا العزيزه الحب كله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا للاستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق. دون شكوى وكل جد وكد يجوب هو واعضاء جمعيه زراعه الكلى كل البقاع لينثروا من حديقه الطب نسيما جميلا يحمل جديد العلم ملغما بفكر جديد
نحو رفع مستوى شباب الأرض التعب وغد أفضل للمريض المصري. يشرفني أن أدعو السيد الأستاذ الدكتور جمال محمد سعدي أستاذ أمراض الكلى بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى لإلقاء كلمته، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير الأستاذ الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، الأستاذ الدكتور صفا محمود رئيس الجامعة، الأخ العزيز الفاضل الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية طب سوهاج، الأستاذ الدكتور علي طه رئيس قسم الكلى بالجامعة بكلية طب جامعة سوهاج، والأستاذ الدكتور حسين شعيشة سكرتير المؤتمر، أساتذة الأفاضل، زملائي الأعزاء الإخوة الحضور. أنا سعيد بتواجدي للمرة العشرة أو أكثر من مرة في النشاط العلمي المتميز الذي تقوم به كلية طب جامعة سوهاج واسم الكلى بها بقيادة وريادة الأخ العزيز شعلة النشاط والمثابرة والتفاني في العمل الأستاذ الدكتور علي القرياتي على مدار سنين طويلة نتج عنها هذا الثمار من الاجتماعات العلمية المثمرة بالتعاون مع الجمعية المصرية لتقديم العلم ولتنمية الوعي الطبي والكلوي لدى الأطباء ولدى المرضى ولدى المجتمع في سوهاج. الأستاذ الدكتور علي القرياتي علي طه القرياتي بيقوم بجهد عظيم ومتفاني ومثال لكل الجامعات وبالذات في الاقاليم. يمكن اذا كان توجه الجمعيه هو نشر الوعي الطبي والوصول الى الجامعات في كل الاقاليم وتقديم الدعم العلمي والطبي لها، فكان يمكن في سوهاج يمكن الوضع كان متميز اكثر من مناطق اخرى، وكان دائما مش بس المؤتمر العلمي، اكيد دائما الورك البدائي اللي هو اليوم العالمي للكلى ونشاطه على مدار سنين طويله، وجئنا كثيرا الى سوهاج وشاركنا في هذا النشاط. يمكن هذا المؤتمر اليوم من الاوتريتشز اللي هي الوصول الى زملائنا في كافه المراكز، يمكن البرنامج العلمي المتميز وواضح المجهود الرائع للاستاذ الدكتور حسين شعيشه على الدينامو والجمعيه ورجل جميل وخلوق ومتفاني في عمله ومعطاء، مش انا اقدرش اوصف اكتر من كده دكتور حسين، انما دائما متميز وموفق ان شاء الله. يمكن طبعا النشاط العلمي ده لنشر الوعي لزملائنا في كل المناطق، يمكن الدكتور طارق بس كان موجود معنا هنا، كنا ابتدينا هذا النشاط مش بس على مستوى المراكز الطبيه في جمهوريه مصر العربيه، وانما كان ممتد ايضا لمراكز الطبيه الكلويه في الدول المجاوره بما فيها السودان واثيوبيا. الاخوه الافاضل كانوا مشاركين معنا، ودايما بيبقى مصر وجهة للدول العربية والإفريقية لتلقي العلم، وبنروح لهم وبيقولنا في كثير من الدول العربية، وهذا العام إن شاء الله المؤتمر السنوي للجمعية العربية هيبقى بمشاركة مع الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى. أدعوكم جميعا للحضور في هذا المؤتمر إن شاء الله هيبقى في القاهرة. طبعا من ضمن هذا النشاط ان في زملاء من دول افريقيه بندعوهم، ممكن معانا اخوه منهم وهرحب بيهم بالانجليزي لو سمحتوا لي. I would like to acknowledge all the outreach activities, educational activities of the Egyptian society, which is in collaboration with all the universities, particularly Sohag University in propagating the educational and health awareness of kidney diseases. Performing the screening programs to detect the risk factors which are present in the environment and the community, to direct the activities and the health care to avoid these primary initiating factors of kidney disease, to target the prevention rather than the treatment. And in collaboration with all our Arab and African countries, the Egyptian Society has the privilege of inviting many of our colleagues from Africa, and they are attending from us here. We have colleagues from Ghana, colleagues from Kenya attending.
So you're all welcome to attend this outreach program. برحب بكم مرة ثانية وبتمنى لكم مؤتمر موفق وبدوام التقدم وإن شاء الله معاك على طول الدكتور علي في كل الأنشطة ونشاط حضرتك دكتور علي مش على مستوى سوهاج فقط نشاط الدكتور علي في الجمعية متميز ومشاركاته العلمية دايما مؤثرة وله باع طويل في العملية التعليمية ونشر الوعي الطبي فنشكرك على هذا وموفقين جميعا والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لحضراتكم استاذ دكتور جمال محمد سعد. وكدعم مباشر لكل المحافل العلميه ابت اداره الجامعه الا ان تشاركنا اليوم. اتشرف بدعوه السيد الاستاذ الدكتور صفا محمود القائد باعمال رئيس الجامعه فليتفضل سعادته مشكورا لالقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج، الاستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كليه الطب، الاستاذ الدكتور جمال سعدي رئيس الجمعيه المصريه لامراض الكلى، الاستاذ الدكتور حسين شعيشع استاذ الكلى جامعه المنصوره، الاستاذ الدكتور علي طه رئيس قسم البطنه، الساده الحضور اهلا وسهلا بكم في جامعه سوهاج في مؤتمر علمي متميز بيتم اقامته كل عام في هذا المكان بالذات. الجامعه بكل امكانياتها مسخره للعمليه التعليميه وانا شايف انه أحد أضلاع العملية التعليمية هي إقامة المؤتمرات. كلية الطب وأقسام كلية الطب مميزة، مفيش أسبوع بيعدي إلا ما هناك مؤتمر في كلية الطب. الجامعة بتدعم تماما إقامة المؤتمرات وبتدعم بصفة خاصة مستشفى كلية الطب. دكتور علي يعني نريد دعم من الجامعه، طبعا الجامعه تدعمه بشكل مباشر، ويعلم تماما الدكتور علي ان الميزانيه المخصصه للمستشفى ممكن تنفق في ايام محدوده، لكن لا تقف الجامعه مكتوفه الايدي وبتحاول بكل طرق بإيجاد دعم لكل أقسام المستشفى، لأن احنا عارفين إن المستشفى الميزانية المخصصة ليها ميزانية محدودة. لو أقارنها أنا بعدد المترددين على المستشفى طبعاً ما تكفيش أبداً إلا لبضعة أيام. فالجامعة بتساهم وبنعمل حاجات كتيرة صح لدعم الموازنه بتاعت الجامعه، دعم موازنه المستشفى، احيانا بنعمل حاجات بتيجي لنا عليها مناقضات لكن برضه بنتحمل لان عارفين ان احنا المستشفى مش ممكن ابدا نسيب المستشفى ابدا. المستشفى فيها علامات كثيره جدا مضيئه من ضمنها وحده زراعه الكلى وقامت بزراعه 11 حاله، يعني لحق شيء مشرف لكلية الطب وشيء مشرف لقسم البطنة وشيء مشرف لجامعة سوهاج. الجامعة بتحاول بكل الطرق، وأنا أول من اقترحت على الدكتور مصطفى إن احنا نعمل مراكز طبية متخصصة، وعندنا أماكن على فكرة للكلام ده، بس نطلب من معالي الوزير اللي هو بس يوفر لنا بس واحنا هنبدا على طول. عندنا اماكن مخصصه لاشياء اخرى، احنا بس نطلب من سيادته ان احنا نعيد تخصيصها ونعملها مراكز متخصصه كلها تبقى تابعه لكليه الطب. مره ثانيه اهلا بكم في جامعه سوهاج، واتمنى لكم ان شاء الله مؤتمر موفق باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا للاستاذ الدكتور صفا محمود. وكعادة سيادته وكما عيناه شعلة من النشاط يجب أنحاء المحافظة حرصا منه على تقديم خدمات جليلة للمواطن السهاجي، لم يبخل سيادته بجهده ولا بوقته ليشاركنا اليوم افتتاح هذا المؤتمر الذي يقام للعام الرابع على أرض المحافظة. أتشرف بدعوة السيد الوزير الدكتور أيمن عبد المنعم لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ الدكتور صفا محمود رئيس جامعة سوهاج، أستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق عميد كلية الطب جامعة سوهاج، أستاذ الدكتور جمال محمد سعدي برحب بحضرتك الحقيقة، وأنا شرفت النهاردة بوجود حضرتك معانا في سوهاج رئيس الجمعية المصرية لأمراض وزراعة الكلى. أستاذ الدكتور حسين شعيشة، يعني أنا سعيد جدا إن نجوم المنصورة موجودين النهاردة في سوهاج، والحقيقة ده حلم أنا بحلم بيه دايما، واللي بيحقق الحلم ده هو المهنة الطبية هي القادرة على التواصل والتدريب. الأخ العزيز الأستاذ الدكتور علي طه، الحقيقة أنا سعيد مش بس على إنه بيقوم بعملية تدريسية، ولكن أيضا التدريب والابتكار والخلق وبناء آفاق جديدة لسوهاج. أنا بشكر حضرتك جدا، وبشكر حضرتك على نشاط حضرتك الواضح وعلى هذا المؤتمر الرائع، واتمنى ان شاء الله بدل ما يبقى الرابع يكون ال 14 واكثر من كده باذن الله. الاستاذ الاخ العزيز اسمحوا لي ان انا احييه، الدكتور احمد فوزي نقيب اطباء سوهاج، هو لسه واصل فانا بحييه الحقيقه وبشكره على اهتمامه دايما والتواجد. الزميل العزيز الدكتور ايمن مكرم ممثل لمديريه الصحه، وكل أطباء مديرية الصحة ومن التأمين الصحي والتعليمي بشكركم وبرحب بيكم على نشاطكم وعلى حضوركم هذه المؤتمرات. الحقيقة باسم حضراتكم بتقدم بتحية خاصة لكل أساتذتي وزملائي وأبنائي من السادة الأساتذة رؤساء الأقسام وهيئة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية المختلفة. برحب بفئة اللي هم بعتبرهم الحقيقه الدراع اليمنى في العمليه الطبيه التمريض، كل الزميلات اللي موجودين من فئه التمريض برحب بيكم وبتمنى لكم دايما المشاركه العمليه، لان الطب من غير تمريض الحقيقه كلنا عارفين بيبقى مأساة بالنسبه لنا كأطباء. بشكر الحقيقه الشركات الراعيه انها ساعدتنا في اقامه هذا المؤتمر، وطبعا بوجه خاص بشكر جامعه سوهاج على استضافتها لهذا المؤتمر اللي فعلا بيرسخ احنا بنحب نخدم ولادنا نعمل ايه، بنحب نخدم كل شباب الاطباء نعمل ايه. الحقيقه انا بيشرفني ان انا ابن الجمعيه الرماديه المصريه، تربينا على ايد اساتذتنا اللي خلقوا مننا اجيال وبداوا يدونا الديوتز اللي احنا بنشتغل فيها، وطلع بعد كده سب برانشز منها، والحمد لله تعلمنا مش بس الطب، تعلمنا كمان الحياه والاداره وتنظيم المؤتمرات والتواصل الاجتماعي، وازاي كل واحد فينا يلاقي مشكله يحللها ويقدر يلاقي لها حل. الحقيقه يعني انا سعيد جدا بان سوهاج يبقى فيها هذا الكم من المؤتمرات الطبيه، لان الحقيقه اول ما جيت انا كنت بحس ان في تقصير من ابناء سوهاج في المشاركه، لان خلينا نعترف الخدمه الطبيه في سوهاج محتاجه كتير، عشان كده انا سعيد جدا بوجود حضراتكم. ولكن لما عشت في سوهاج سنه وثمان شهور فعلا كم المعاناه اللي بيتحمله الطبيب عشان يقدر يسيب شغله، واذا كان فاتح عياده او له شغل تاني، ومشقه السفر الحقيقه والمواصلات سواء اذا كان بالقطر او بالعربيات او بطياره شيء صعب جدا. فلما نلتمس هذه الظروف يبقى الحل ان احنا كلنا لابد ان احنا نبادر ونيجي في سوهاج. وسوهاج بترحب بحضراتكم وبتمنى لكم دايما مؤتمرات سعيدة وطيبة، بس صدقوني أهلنا في الصعيد محتاجين كده، محتاجين من الكل إنه يستقطع ولو كل شهر يومين ثلاثة يجي يدرب شبابنا شباب الأطباء اللي كل ذنبه إن هو في الصعيد، صعب يعني الحقيقة إن هو يروح ويجي. فأنا أتمنى إن كلنا نكون معاهم إن شاء الله وندعم هذا النشاط الطبي. عندنا الحقيقة جامعة سوهاج من الجامعات اللي لها رانكينج على مستوى الجامعات، اساتذه عظام. احنا اول ما جيت الحقيقه فعلنا المجلس الاقليمي للصحه زي ما سياده العميد قال، وهو بيجمع بين اساتذتنا وكل مديريات
الصحة اللي موجودة والنقابات المهنة الطبية حتى المستشفيات الخاصة، نقابات الصيادلة، العلاج الطبيعي. الحقيقة إحنا كلنا مسؤولين عن عملية طبية للمواطن. ما ينفعش نفرق بين الطبيب وبين الصيدلي وبين التمريض وبين العلاج الطبيعي. ده اللي إحنا تعلمناه من أساتذتنا زمان. وعاوز أقول لحضراتكم إن اللي له الفضل عمرنا ما هننساه اللي علمنا وإحنا لسه في الكلية، كان الأستاذ الدكتور محمد غنيم، لأن أنا بشرف إن أنا خريج جامعة المنصورة. وزي ما الأستاذ الدكتور حسين قال، إحنا كنا مستغربين الجامعة ومستشفى الجامعة لها شكل وفي اسم مقفول بباب بني كده عليه ستارة محدش يقدر يقرب منه. ندخل في كل الأقسام ونطلع، والعملية الحقيقة عشوائية تماما. وده اسم له رهبة، له احترام، مش احترام بس لأعضاء التدريس، احترام للمريض اللي بيدخل في الاسم ده. وبعد كده بدأنا الاسم يكبر وبقى بدايات لمركز الكلى في المنصورة وتوسع، وبقى في فرع تاني في سمنود. وانا بشارك الحقيقة الأستاذ الدكتور حسين، أتمنى إن يبقى عندنا أكتر من مركز، وبدعو لحضراتكم لو نعمل هنا كمان مركز للكلى. صدقوني محدش هيحس بمشاكل الأطباء إلا إذا كان حد من هذا الوسط، عارف المشاكل اللي إحنا بنعانيها، عارف التحديات اللي قدامنا. ودايما المريض له أحلام وتطلعات. الطب فيه بروجريس كتير جدا. إمكانياتنا والمستشفيات، أنا في رأيي الخاص يعني القديمة بتاعت زمان، مستشفى عام تجمع كل هذه التخصصات، ده مضيع على الوقت. أما المراكز الطبية المتخصصة هو ده اللي بيدي قفزات في الخدمة الطبية. أتمنى إن شاء الله إحنا هنا بدأنا نعمل مركز طب وجراحة عيون، لأن كان في مستشفى رمد وقدرنا إن إحنا نوحد الجهود مع أساتذتنا في جامعة سوهاج، وهتبدأ انطلاقة مركز طب وجراحة عيون. أنا مع سيادة العميد إن إحنا نبدأ نعمل مركز لزراعة الأعضاء، والأرض موجودة. الأستاذ الدكتور صفا رئيس الجامعة، بقول لحضرتك أي تصور عايزينه إن شاء الله أنا مع حضراتكم. خلونا ناخد انطلاقات، كفايه الوقت اللي ضاع واحنا قاعدين وكان الطبيب يعني بيطلب حاجات ومحدش. الكونسبت ده بعيد جدا عن الناس الثانيه. مش عارف انت عشان تاخد خدمه طبيه مش مجرد انك تبني مستشفى وما تشطبهاش، وتجيب دكتور وما تدربوش، وتجيب شويه من الادويه وتقول له الباقي اتصرف فيه، وتحط له لوائح منقوصه وتقول له يلا بقى انت وشأنك، وبعد كده نقعد نحاسب. الحقيقه يعني لازم نستفيد من الاخطاء السابقه، ولازم نخلي كل هذه السلبيات قوه دفع لنا لقدام. اتمنى ان شاء الله يا ريت على هامش هذا المؤتمر لو نبدا نحط لوائح لمركز كلى في سوهاج، او لو نبدا في مركز زراعه الاعضاء، او اتليست احنا عندنا منشات كتير قوي في الاطراف مقفوله. انا كنت ليا الشرف في جامعه المنوفيه وكيل وزاره الصحه هناك، وكان معهد الكبد في المنوفيه حضرات بتعرفوه، وكان النيد فعلا ان هو يعمل اكستنشن. فخدنا مستشفيات التكامل اللي مقفوله ومهمله وطورناها وعملناها اكستنشن لمعهدك. اتمنى ان كلنا نفكر ازاي نقدر نعمل اكستنشن لتخصص مهم زي ده. الدوله كلها بتجري عشان تقدر توفر، سواء اذا كان الدياليسز او اذا كان زراعه الكلى. وانا سعيد جدا ان هنا نعمل 12 عمليه دسكور يشرفنا كلنا. اتمنى لحضراتكم مزيد من التوفيق. انا مش عاوز اضيع وقت حضراتكم، بس انا سعيد جدا. واي توصيه ان شاء الله حضراتكم هتقدروا توصلوا لها، انا اذا كان عندي انا موافق عليها وبنفذها من دلوقتي ان شاء الله. اتمنى انكم تستمتعوا في سوهاج. انتوا حضراتكم شفتوا الجو عامل ازاي والبلد رائعه. واتمنى الاستاذ الدكتور علي يوفر لكم الرحله النيليه، واتوبيس المحافظه النيلي جاهز تحت امر حضراتكم، ويجيب لكم حد كده عواد او حاجه ونقضي وقت جميل. احنا بنرغب الحقيقه الضيوف، فلما يكونوا اساتذتنا واخواتنا وزمايلنا ده واجب علينا طبعا ان احنا نرحب بحضراتكم. بشكر حضراتكم جدا، وبشكر كل الساده الحضور من سوهاج ومن خارج سوهاج، وكل هيئات التمريض والحاضرين. ان شاء الله مؤتمر سعيد لحضراتكم. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا لحضراتكم معالي الوزير. وفي الختام، ومن سهر الليالي كالحات واعطى الموجع القلق الرقادة، واعمل روحه علما وحبا لاجل مريضه عشق السهادة، وحن تعاطفا لبكاء طفل
ولطف عند والده الشدادة وأرهق في سبيل البحث عمراً وكرر بحثه صبراً وعاد. هذه هي الرسالة. شكراً لحضراتكم جميعاً، ونأمل من الله أن يكلل هذا المؤتمر بالنجاح، ونشكر سيادتكم مرة أخرى ونعلن بداية الجلسات العلمية للمؤتمر. شكراً للضيوف جميعاً، والسلام عليكم ورحمة الله.